أنا في الحقيقة أحب أن أذهب معك الليلة، مع أني سأصحو مبكرا. لما لا تصحب إيزابيل لديسكو الشلال؟ فكر بذلك، كما أنك سوف تستمتع بصحبتي وبصحبة رفيقتي. أي أي. مصيبة فيليب، قل لي، دفعت لسيدة تيتا؟ لقد أعطيتك حصتي. ليس الآن، فأنا أحتاج لمبلغ من النقود، فهل أمعقول دائما نفس الشيء؟ اسمع، افتح لها وأخبرها بأننا سندفع لها في الغد. هيا. هذا آخر موعده. ماما، سيدتي تشرفت عفوا، متأسف.